تعالوا نحضر أطيب كيك. أنا هون استخدمت خليط فوستر كلاركس بكيت الجاهز، حطيت عليه 3 بيضات وثلث كوب من الزيت وكوب وربع من المي مثل ما هو مكتوب على الباكيت. رح أحرك المكونات كتير منيح مع بعض، وهيك عندي المكونات صارت جاهزة. دهنت القالب بالزيت وبطنته بالطحين وصبيت فيه الكيك وعلى الفرن لمدة 45 دقيقة. هيك الكيك عندي صار جاهز، استنيته ليبرد ورح أشيل الجزء اللي من فوق. رح أحفر الكيكة مثل ما أنتوا شايفين بهذا الشكل. بالنسبة للكيك يلي طلعته طبعا رح أستخدمه من الوصفة، رح أحط هون الكيك طبعا مو كل الكمية، واثنين ضرف كريمة وباكيت قشطة ومعلقتين كبار نوتيلا وضرف كريم كراميل وحليب سائل. طبعا الحليب لازم يكون بارد. بعد ما خلطتهم هذا هيك شكل القوام عندي، رح أصبه بالكيك. عندي هون نوتيلا مع قشطة خلطتهم مع بعض، رح أعمل خطوط بهذا الشكل. رح أحرك الخطوط بالعود الخشبي ورح أزينها باللوز المبروش ورح أدخلها الثلاجة تقريبا لمدة 4 ساعات، وهيك صارت جاهزة. وصحتين وهنا يا رب.